السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد النهارده، حاجه يعني مشينه، اقسم بالله مشينه. يعني اعلان كوتونيل ده اقسم بالله ما ينفع يدخل بيت. ايه بيعلموا ولادنا؟ ايه يعني بيعلموا ولادنا ان البنت تمسك كاميرا وتقف تبص على ابن الجيران، وتقعد مثلا تقعد تقول فانيلاته وبكسراته، عايزه ابقى قريبه ليك زي فانيلتك كوتونيل. ايه وراكي بوكسراته ده؟ شفتي بوكسراته ازاي؟ انتي واقفة بتراقبيه حتى وهو لابس البوكسر في البيت؟ ما ينفعش يا جماعة كده، ما ينفعش. المفروض يبقى عندنا حذر، احنا عندنا بنات واحنا مجتمع اسلامي، اقسم بالله ما ينفع. يعني انا بنتي تنشأ مثلا كده ان هي تشوف اعلان زي ده وخلاص تروح تبص على ابن الجيران ولا تعمل كده؟ كل دي ما يمشيش مع اخلاقنا وديننا ابدا ابدا ابدا. لو يرضي ربنا كده يعني حد يقول لي انت غلطانه. ازاي اصلا احنا في وقت دلوقتي، احنا في وقت وباء يا جماعه، يعني المفروض كل واحد ياخد باله فعلا من تصرفاته. احنا نسينا ربنا، نسينا ربنا. ايه مفتول العضلات وبكسراته وفانيلاته، اقسم بالله حاجه انا كنت متضايقه منها. انا كان نفسي حد ياخد فعلا الخطوه دي. انا بشكر كل واحد اقبل ان هو يعمل الخطوة دي. فعلا فعلا حاجة مقرفة جدا. جيت بس اتكلم على كده والفت نظركم ان الحاجة دي ما تنفعش، ونشوف بقى الاعلان كده، ولو يرضي ربنا انا معاكم. قطنين بوكسر الرجالة ابن الجيران بغرامه مشغولة، عليه عضلات وقوة ورجولة، فانيلاته عضلاته بيجاماته حركاته شرباته خطواته استيكاته بوك بوك بوكسراته. الله الله على الفانيلا رجولة جدعانة خلتني احبه واحلم بيه كده صبح وليل، نفسي ابقى قريب قوي منه زي فانيلي قطنين. ابن الجيران جامد عليه طلع، لما بشوفه بقول هلا هلا على فانيلاته عضلاته بيجاماته حركاته شرباته خطواته استيكاته بوك بوك بوكسراته. هلا هلا على الفانيلا قطنيل القطن بيتكلم مصري. وعلى فكرة بقى بديعة قطنيل القطن الحريمي تحفة. شفتوا يا جماعة؟ يرضي ربنا ده؟ والله العظيم ما يرضي ربنا. ازاي يدخل بيوتنا حاجة زي كده؟ حبيت بس اشارككم برأيي في الموضوع، وياريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.